السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوفياء برنامج فاسأل وأهل الذكر، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الذي من خلاله نجيبكم على أسئلتكم الفقهية. تواصلوا معنا على رقم الهاتف الذي يظهر أسفل الشاشة. يمكنكم طرح أسئلتكم على فضيلة الشيخ الفقيه محمد العربي شيشي، عضو لجنة الفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأيضا أستاذ بجامعة الجزائر. ننتظر مكالماتكم الهاتفية، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر صفحة شروق تي في بالفيسبوك، وطرح أسئلتكم في تعليقات. سأطلع على هذه الأسئلة أيضا لأطرحها على فضيلة الشيخ في هذه الجمعة الطيبة المباركة، بانتظار مكالماتكم الهاتفية طبعا. ورحب بداية بفضيلة الشيخ، أهلا وسهلا، جمعة مباركة شيخنا. أهلا وسهلا أستاذ رضوان. نعم شيخنا، معنا مكالمة هاتفية. نعم، السلام عليكم. أول مكالمة هاتفية معنا لنهار اليوم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، أهلا وسهلا. حابة نهضر معايا الشيخ. تفضلي، نحن في الاستماع، الشيخ يسمع فيك، تفضلي بسؤالك. أنا حابة وحدة مريضة، تصل وحدة مريضة، جارتي مريضة، وحابة بالشيخ يدعي لها. إن شاء الله يا رب، هذا هو. ما تخرج. إن شاء الله، شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك على الاتصال. لا ما تخرج برا تقديم شغل الدار، ما تخدم مالو، لما حاب يدعي لها الشيخ. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا لك على الاتصال. شكرا لك على الاتصال، اذا سندعو لك ان شاء الله في نهايه هذا البرنامج، وننتظر طبعا مكالماتكم الهاتفيه لنجيبكم على اسئلتكم الفقهيه. نجدد بك الترحيب شيخنا. دخل علينا شهر شعبان وننتظر لنستقبل اعظم شهر وهو شهر رمضان المبارك. بدايه شيخنا، كيف يعني يستقبل المؤمن شعبان، وما هي اهم اعمال هذا الشهر، وكيف يجهز نفسه المسلم لاستقبال هذا الشهر العظيم واغتنام شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، وعليكم السلام. شهر شعبان هو شهر عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كان يكثر من صيام شعبان، وعندما سئل عن ذلك قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وفيه ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وأخبر بأنه شهر يغفل الناس عن صومه، عن الصيام فيه، وفيه ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فرفع الأعمال، هناك رفع يومي وهناك رفع سنوي. رفع اليومي هو يعني ما جاء في الحديث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، بمعنى ملائكة ترفع الأعمال بعد العصر ثم تنزل ملائكة، وهكذا هناك رفع سنوي وهو شهر شعبان. شهر شعبان هو ترفع فيه أعمال الإنسان، ترفع إلى الله عز وجل، فهو شهر عظيم، فينبغي الإنسان يكثر من الصيام فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان أن يتفرغ فيه لقراءة القرآن، وكانوا يسمونه السلف قديما، كانوا يسمونه شهر القراء، بمعنى كانوا يتفرغون لقراءة القرآن في شهر شعبان. كذلك شهر فيه يستعيد الإنسان لرمضان، وسلفنا الصالح كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وبعد رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم عمل رمضان. فلهذا الإنسان عنده ديون مثلا من رمضانات سابقة، فالوقت الضروري هو شعبان، يعني صحيح. بمعنى أنها فرصة أخيرة أن الإنسان يقضي ما عليه إذا كان الأمر متيسر. ونترك كيفية استقبال شهر رمضان المبارك بعدما نستقبل هذه المكالمة الهاتفية. عائشة، السلام عليكم. الأخت عائشة، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام الأخ رضوان، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك معنا. حبيت نسقسي الشيخ، بابا مقبل كان عنده دين. نعم. كان يسال الواحد دراهم مبلغ 10 ملايين. اها. مضى عليهم هكاك حوالي 22 سنة. نعم. في زلزال بومادات مات هذاك الشخص. نعم. وبقاو كأولاده، حبيت نعرف كيفاه يقدر يرجع المبلغ، اتقوا 10 ملايين ولا المبلغ مضاعف.
نعم، لانه يعني قصدك انت الوقت تغير والقدره الشرائيه تغيرت، فهل يعني المبلغ لما يعاود يرجعوا له يبدو بلا ولا نعم يرجع اكثر؟ واضح سؤالك، شكرا لك، بارك الله فيك. ايه وادعوا لامي بالشفاء وشكرا، بارك الله فيك. وصحة امين امين اجمعين، شكرا لك على الاتصال، بارك الله فيك. الاخت عائشه شيخنا لي يعني كان عنده دين في سنوات ماضيه، هي لما تقول مرة على هذا الدين اكثر من 20 سنه، المعيشة تغيرت والعملة النقدية يعني ربما تطورت، وأيضا القدرة الشرائية لدى الجزائريين تغيرت بمرور هذه السنوات. لما الإنسان يجي يرجع الآن هذا الدين بعد مرور هذا الزمن الطويل، هل يرده بنفس المبلغ الذي كان في ذلك الوقت، أم يضاعف هذا المبلغ كي يسد عليه هذا الدين؟ هو ما المفترض أنه يسدد قيمته بما يقابله من الذهب في ذلك الوقت. إذا كان هذه المبلغ هذا 22 مليون قبل 22 سنة مثلا، كان يقابل لا أدري مثلا يقابل مثلا 40 غرام من الذهب مثلا. نسأل الآن 40 غرام من الذهب كم سعرها؟ مثلا إذا وجدنا الآن هي سعرها مثلا 40 مليون أو 35 مليون، فهو يطالب بسداد هذا المبلغ، لأن هذه فتوى القاضي أبو يوسف رحمة الله عليه، بمعنى أن الدين لما يطول عهده وتتغير القيمة الشرائية للعملة فينبغي أن يكون السداد باعتبار الذهب، باعتبار قيمة الذهب في ذلك الوقت. من 20 مليون قبل أو كم المبلغ هو؟ 20 مليون، 20 مليون. قيس على هذا المبلغ. نعم مثلا مبلغ معين قبل مدة من الزمن ننظر ما يقابله من الذهب، يعني مثلا الجرام تاع الذهب شحال كان يدير في هذاك الوقت؟ نعم مثلا نقدر ذلك المبلغ كم يساوي غرام ذهب في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت نعم. فننظر كم جرام كم 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 يساوي المقدار الغرامات من الذهب التي تقابل ذلك المال، كم تساوي الان في زمن؟ نعم يعني هو حل جميل وحل نعم بسيط جدا نعم وسهل على كل الناس. فاذا كان مثلا الدين هذا وجدناه في ذلك الوقت يقابل مثلا يقابل لا ادري كم 40 غرام مثلا من الذهب، فإنه يطالب في هذا الوقت بأن يسدد قيمة 40 غرام ذهب. هكذا الديون تقضى. فلهذا يحاول يقدره بالذهب، قيمة الذهب في ذلك الوقت، وينظر ما يقابلها الآن من الدينار الجزائري. نعم. ويكلم أولاده، يعني يقول لهم والدكم استلفت منه مبلغ كذا وكذا في ذلك الزمان، والآن قيمة العملة الشرائية تغيرت، فإذا قدرناه بالذهب ها هو قيمته الآن. نعم. فهم بالخيار إن شاءوا أخذوا المبلغ الذي أعطي لوالدهم، أو أقصد أخذه من والدهم، أو إن شاءوا أخذوا هذا المبلغ. نعم. لكن من حقهم أن يأخذوا هذا المبلغ الزائد لأنه هو الذي يساوي القيمة الشرائية لذلك. شكرا لك الشيخ على هذا التوضيح. معنا مكالمة هاتفية من بجاية، الأخت غنية، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، مرحبا بك، اهلا وسهلا. يعطيكم الصحه على هذه الميسيون وعلى المجهودات اللي راكم ديروا فيها. بارك الله فيك، شكرا لك. نستناو فيكم الجمعه الجمعه تلمو راكم تفيدونا بالبزاف. بارك الله فيك، شكرا لك، وهذا واجبنا، ولما يعني تتابعونا هكا فيعني تفرحونا. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. شكرا لك. حبيت برك نبوزي لكم اون كيستيون. انا الدين تاعي شغل في رمضان شغل الدين تاعي، ما العام اللي فات شغل رمضان اللي فات ما قدرتش نصومو باسكو غير كيما خلاص رمضان طومبيت اونسانت ما كنت بالجوب وبداو هذوك الاعراض هذوك، دونك ما قدرتش. ودوكا راني غير كيما ولدت تسمى ما نقدرش، ما يكونش عندي الوقت باش تردي الدين اللي فات. ايوه نعم فوالا، حبيت نعرف كيفاش ندير، اسكو كيف فوت رمضان نزيد نصومو ولا نتصدق ولا ما عملتش. يعني انت اسمحي لي فقط، انت كان نعم عندك دين من رمضان قبل دخول رمضان هذا اللي فات ويعني وقع فيه الحمل لا لا رمضان اللي فات هذا لو ديرني شغل غير كيما خلال عندك دين رمضان فقط؟ رمضان اللي فات. نعم واضح سؤال. العيد كان في 1 مي وانا ديكوفيت تماك بلي راني اونسنت، فما ما قدرتش ما قدرتيش تصومي.
نعم شكرا أيه. لك شكرا لك الله يسلمك ميرسي بوكو يعطيكم الصحة بالبزاف شكرا صح. لك بارك الله فيك على الاتصال تستمعين إلى الإجابة إن شاء الله شيخنا يعني هي يعني كانت حامل في فترة رمضان المبارك مع بداية الحمل ربما مع يعني المرأة تكون يصعب عليها صيام شهر رمضان في بداية الوحم والآن يعني ولدت عندها يعني أقل من ربما أقل من شهر ما زالها في فترة النفاس ربما دخول رمضان بعد شهر مع الرضاعة ومع النفاس لا تستطيع أن ترد الدين الذي فاتها من شهر رمضان المنصرم متى ترد هذا الدين؟ مدام هي معذورة وعندها عذر معين لا تستطيع قضاء الدين في هذه الفترة لا بأس أن تقضي هذا الدين بعد رمضان إن شاء الله فإن شاء الله بعد رمضان حيثما تيسر لها الأمر فلتصم الدين الذي عليها ولا تخرج الفدية لا تخرج الفدية يعني لا تؤمر بإخراج شيء من المال لماذا؟ لأنها هي أخرت بعذر فالفدية تجب على الإنسان الذي أخر من غير عذر يعني لم يقضي الأيام التي عليه تهاون وتكاسلا هذا الذي يطالب بالقضاء والفدية أما الذي أخر قضاء الدين بسبب ظرف بسبب أعذار معتبرة شرعا فهذا لا يطالب إلا بالقضاء ولا يطالب بالفدية فلهذا الأخت السائلة نقول لها إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله عز وجل تقضين الأيام التي عليك ما دام أنت لا تستطيعين القضاء في هذه الأيام فلتقضي الأيام التي عليك إن شاء الله عندما يتيسر لك الوقت نعم نعم معنا الأخت ريتال من العاصمة السلام عليكم وعليكم السلام الأخ وعليكم السلام أهلا وسهلا مرحبا بك الله يسلمك تعيش أستاذ حبيت نهضر مع الشيخ عندي عندي سؤال معه تفضلي تفضلي صحة شيخنا أنا كان عندي دين في رمضان رمضان عنده واحد عامين هكذاك ومن بعد أنا صرا حمل وجا معاه السكر داء سكري معاه وقعد معايا فهمتني والطبيبة قالت لي ما لازمش تصومي بس كندير أنا الأنسولين دونك راني حيرة في هذاك القضاء تاع الدين تاع رمضان كيفاش ندير له أنا ممنوع ليا الصيام دوكا نعم شكرا لك على الاتصال بارك الله فيك شكرا لك تستمعين الى الجواب الشيخ قرب شهر رمضان واللي نعم. عنده دين حاب يقضي الدين نتاعو فنحاولوا نجاوبوها على هذا السؤال نعم نعم هي الان كان عليها دين رمضان نعم. واصيبت بمرض السكري نسال الله عز وجل ان يعافيها ويشفيها ثم بعد ذلك الطبيب منعتها من الصيام يعني هكذا بسبب انها تستخدم الانسولين نعم صحيح يعني عندها حاله متقدمه فاذا هو اذا كان لا يمكنه الصيام بمعنى الان صار عندها هذا المرض المزمن والطبيبة تمنعها من أن تصوم لأن الصيام سيضر بها يلحق بها أضرار في هذه الحالة يسقط عنها الصيام هي تطالب بالفدية الفدية بالنسبة للصيام هذا رمضان القادم إذا كانت لا تستطيع صيامه ومنعها الطبيب أو الطبيبة من الصيام هي تطالب بالفدية استحبابا وبالنسبة للدين الذي عليها تفتدي عليه تخرج عنه الفدية هي لا تستطيع ما دام هي لا تستطيع الصيام تخرج عنه الفدية نعم الفدية عن كل يوم يعني مقدار مد من طعام المد من طعام يقدرونه برطل من السميد وإن شاءت أخرجته مالا يعني على الأقل 4000 5000 على الأقل لكل يوم وإن زادت أفضل 10000 15000 عن كل يوم هذا فيه أجر إن شاء الله معنا الأخت أمان من جيجل السلام عليكم السلام عليكم الأخ أهلا وسهلا مرحبا بك الاخ والله غير حبيت نسقسيك بون الام تاعي جبدت المال من البنك اها وكان وجبرت المال هذاك الزايد نعم هذاك المال الزايد تقدر تعطيه مثلا اختي هي مريضه وهي مزوجه اختي المزوجه ومريضه والراجل تاعها قليل الضعف نعم يعني اختها هذه محتاجه للمال ها ماشي اختها بنتها 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 نعم بنتها محتاجه للمال يعني حالتها الماديه يعني صعبه ومحتاجه صعبه شويه ها واضح سؤالك شكرا لك صح نعم شيخ هل يمكن للام ان تعطي اموال الربا كي تتخلص منها الى ابنتها نعم هذه الفوائد لا باس ان تعطيها لابنتها المتزوجه وفقيرة هي محتاجة صحيح فتعطيها إياها دون أن تنويها بالصدقة أو الإحسان أو الزكاة لا تنويها صدقة إنما تعطيها بنية التخلص بنية أنها تتخلص من هذا المال هذا المال الحرام هي الأم لا يجوز لها أن تتملك هذا المال ولا أنها
تصرف هذا المال على نفسها، لكن كونها تعطيه لابنتها المتزوجة الفقيرة المحتاجة هذا أمر حلال جائز، فيكون لتلك البنت هي بالنسبة لها حلال، أما بالنسبة للأم يعني هو حرام هذا المال، فهذا أمر حلال جائز إن شاء الله. هي لا تخبرها، لا تقول لها هذه فوائد ربوية أو هذا مال حرام، إنما تعطيها هذا المال تتخلص منه، لا تنوي به الصدقة، ويكون حلالا. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. نعم. فاصل إشهاري قصير ثم نعود لنستأنف برنامج فاسألوا أهل الذكر. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد لنستأنف ما تبقى من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، دائما نجيبكم على أسئلتكم الفقهية. تواصلوا معنا على الرقم الهاتفي الذي يظهر أسفل الشاشة، ويمكنكم طرح أسئلتكم وانشغالاتكم على فضيلة الشيخ الفقيه محمد العربي شيشي. شيخنا أو نأخذ مكالمة هاتفية. سيد أحمد أوي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بك، شكون معنا؟ وبك اهلا خويا رشيده من حيدر خويا. اهلا وسهلا بك الاخت رشيده، اهلا وسهلا. يعيشك خويا، انا حبيت خويا انت بخير، اهلا وسهلا بك خويا. مرحبا، تفضلي بسؤالك. انا حبيت نتكلم مع الشيخ برك. تفضلي الشيخ يسمع فيك، تفضلي بسؤالك. عندي ولدي ميت، وميت عنده 4 سنين، وعندي ولديه ميتين من قبل. وحبيت كي ندير صدقة كيما نقولوا، كنت ننوي ديما صدقة على ولدي، بتحضر كيف قلت ديما صدقة على والدي، فكما كانت الصدقة كي نصدق صدقة أسكو نقول على ولدي ولا على والدي ولا عليهم في زوز، ما فهمتش كيف ما مثلا نمد صدقة، مثلا نمد ندير كيما نقولوا واحد كفن للمسجد كيما نقولوا ولا حاجة، أسكو نقول على ولدي ولا على والدي ولا ما فهمتش كيف ما الصدقة اللي تلحق. أنت راكي حابة تنويها عليهم كاملين؟ انا تسمى كي نصدق صدقه نقول كيف ما يعني صدق على ولدي، بس انا عندي والديه ميتين. نعم، يعني في نفس الوقت حابه انك تصدق على ولدك وعلى والديك هكذا. حبيت يعني اسكو كي نقول نصدق صدقه على ولدي ونقول على والديه. نعم، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لك على السؤال. نعم قوي، بارك الله فيك، شكرا لك على السؤال. تستمعين الى الاجابه ان شاء الله. شكرا لك الاخت رشيده. شيخنا، هل تستطيع ان تنوي الصدقه على والدها وعلى ولدها المتوفي في نفس الوقت؟ نعم، هذا امر جائز حلال، وتؤجر على ذلك ان شاء الله، فهي تنوي الصدقه للوالدين ولابنها، تنوي هذه الصدقه انها ثوابها واجرها يكون للوالدين ولابني، يكون لوالدي ولابني، هكذا تكون نيتها، وإن شاء الله سيصل هذا الثواب بإذن الله عز وجل إن شاء الله، يصل إلى الوالدين ويصل إلى الإبن كذلك. نعم، ورحم الله ابنها الله وأيضا والديها، جعلهم إن شاء الله من أهل الجنة. نستقبل مكالمة هاتفية أخرى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم أخي. شكون معنا؟ جميلة من شلف. أهلا وسهلا بك أخت جميلة، تفضلي بسؤالك. عندي سؤال. تفضلي تفضلي، نحن في الاستماع، تفضلي بسؤالك. خويا انا عندي 14 من اللي تزوجت. نعم. والمهر راجلي فهم مع اخي على المهر، وطاني غير سلف. وش عطى لك؟ طاني غير سلف. سلف؟ ايه. ثلث، الثلث، نعم الثلث. الثلث، نعم ايه. نعم. والاخر ما تعاوليش. نعم، اها. نحاول نعرف. هو راجلك والدك انه يمد لك الثلث المتبقي، الباقي المهر. دوكا راني نقول له عليه، كل مره يقول لي ما عنديش، وش ادير. بالك راجلك، بالك راجلك يعني هو وحاب يعطي لك المهر تاعك، لكن حاله مش ميسور. لا لا، هو عنده. عنده يعني حاله يعني لاباس عليه. عنده لاباس عليه. وانت راكي حابه تدير ما تبقى من المهر تاعك، ما قدرتش تصبر عليه. ايه شوف، ايه. بنشوف الحكم بحكي ما يتهمش اشكر راني حلال ولا حرام. انت يعني راكي حابه المهر تاعك، ماكش حابه تنزلي عليه. ماكش حابه نتنزل عليه. شكرا لك، بارك الله فيك، تستمعين للجواب. صح. شكرا لك. الشيخ كما سمعت السؤال، هي يعني رجلها وعدها بالمهر انه يسدد لها المهر بعد الزواج، ما تبقى من هذا المهر الذي اتفق عليه، والان هي طالب به وزوجها مازال ما وفاش بالوعد نتاعو، حكم هذا الامر؟ نعم، الزواج صحيح، لان هي قالت لا ادري هل انا حلال ام حرام، فنقول لها الزواج الحمد لله صحيح، وانت حلال عليه، و يعني يجوز عند العلماء تقديم المهر جزء منه وتاخير جزء منه، هذا امر جائز لا اشكال فيه، مثلا
أن يعجل جزء من المهر مثل ما فعل هو، أعطاك الثلث والثلثين تبقى دين في ذمته يعني مؤجلة، هذا أمر حلال جائز يعني. الذي لا يجوز هو أن يتفق على إسقاط المهر، يعني يتفقان من البداية على إسقاط المهر، بمعنى الزواج بدون مهر، هذا هو الذي لا يجوز شرعا. أما كونه مثلا قدم لك مبلغ من المال، ثلث المهر قدمه وأخر جزء منه أو ثلثين أخرها، هذا أمر حلال جائز، يبقى يعني الجزء المتبقى من المهر هذا من حقك أنت أن تطلبيه منه، يعطيه لك في أي وقت. و يعني يعني هو يعني تعنته انه لحد الان مازال ما وفاش بالوعد تاعو، هي طالب بقيه المهر. نعم. يعني الامر عادي يعني هذا الشيء، هو الامر عادي يعني، معناها هي سالتها وهي سالتها قلت لها ربما زوجها يكون في ضائقه ماليه ولا. نعم. مشي امره مشي ميسور يعني، قالت لك هو امره ميسور يعني يقدر يعطيه. نعم. هو هي سؤالها كان كانت تركز على هل هي حلال ام حرام. ام حرام، نقول لها اطمئني انت حلال على زوجك والعقد الزواج صحيح بينكما، وكونه أخر جزء من المهر هذا أمر يجيزه العلماء، الفقهاء يجيزونه، ومن حقك أن تطلبي بقية المهر إن شاء الله بالحوار والتفاهم، إن شاء الله سيعطيك ما تبقى من المهر، هذا من حقك يعني. ويبقى يعني زوجها وراهم عايشين في بيت واحد يعني. أكيد. هذا دين في ذمته يعني، يوفيه لك إن شاء الله، سيعطيه لك إما مقسطا إما أن يعني، هذا يكون بالحوار والتفاهم بينكما إن شاء الله. صحيح. معنا الأخ سفيان من عين طاية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. عندي سؤال الشيخ. تفضل. جيت فضلك، كان عندي وديعة في بنك الاحتياط في لاكنام. رأس المال تاعي حطوه بجيه وليزانتيني ما كنتش نستعملهم، استعملتهم زوج مرة خطرة مرتين، المرة الأولى مديتهم الواحد أعطيت له كان مسحقهم الأخ باش يخلص فلاصال، والمرة الثانية مديتهم الواحد كان عنده دين باش يسلك. صح. معليش ولا يجوز لي باش نمد منهم ولا ما يجوز؟ صح. وانا ما نويتهمش صدقة، ما نويتهمش صدقة. اسمح لي برك، اسمح لي برك، هذوما الناس اللي عطيت لهم وقت تقول واحد محتاجهم في لاصال، لاصال واش قصدك بلاصال؟ صال ديفات باش يخلص صال ديفات كان راح يتزوج بعد. نعم. يعني الانسان هذا ماهوش محتاج لهذوما الدراهم يعني. لا كان محتاج، كان محتاج، كان في عمليه، وانا ما نويتهمش صدقه، نويتهم باش للتخلص من التخلص من الفوائد. والثاني لما الثاني كان عنده دين، كانوا عنده واحد القضيه مع واحد كان مزير باش يمد الواحد الدين تاعو، اعطيت له منهم مبلغ من المال. نعم. شكرا لك، بارك الله فيك. بالنية تاعي تخلص من الدين، ماشي نية تاع صدقة، ما نويتهمش صدقة. نعم. شكرا لك، واضح سؤالك، شكرا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم شيخنا، استمعت إلى طريقة تخلصه من فوائد الربوية من البنك، واحد أعطى مبلغ من المال، واحد كان محتاج يدير عرس في لاصال ديفات كما قال هو، والثاني كان عنده دين وسدد عليه هذا الدين بدون نية الصدقة، هل العملية هذه شرعية شيخنا؟ نعم، العلماء يقولون فيما يتعلق بالفوائد الربوية التي ترتبت على مال الإنسان، يعني إنسان عنده مال في البنك فترتبت عليه فوائد، هذه الفوائد ينبغي أن يتخلص منها. ليس بنية الصدقة إنما بنية التخلص، إما أن يجعلها في الطريق، في طريق مثلا في مصلحة عامة للمسلمين، يجعلها في الطريق مثلا، يبني بها طريق أو إضاءة الطريق أو أي شيء هكذا في المصالح العامة، أو يجعلها أو يعطيها لفقير محتاج ولا ينوي بها الصدقة، إنما بنية التخلص، ولا يسقط بها حقا، هذا أمر مهم جدا. لا يجوز الإنسان يعطيها لابنه مثلا، ابنه الذي يسكن معه هو مثلا يصرف عليه فيعطيها له، وبالتالي هكذا يكون قد يقول أسقط، يقول أن يتخلص من هذه الأموال، بالتالي قد أسقط النفق على نفسه فيكون استفاد من ذلك المال. كأنه أكل الربا، أو يعطيه لابنته مثلا الغير متزوجة التي تسكن معه، هو واجب عليه أن ينفق عليها، فيعطيها مثلا ذلك المال تستفيد منه، وبالتالي هو أسقط هذا الواجب على نفسه، أسقط واجب النفقة على نفسه، فيكون كأنه أكل ذلك المال. هو مثل الزكاة، يعني مثل الزكاة لا تعطى للولد مثلا ولا تعطى للبنت الغير متزوجة، لأن الزكاة إذا أعطيتها لابنك فأنت أسقطت الواجب، واجب النفقة، فأنت كأنك أكلتها أنت. نعم. فبالتالي تعطيها لفقير محتاج، أنت تقدر احتياجه ولكن لا تنوي بها الصدقة، إنما تنوي بها التخلص. نعم. معنا الأخت وردية من تيزي وزو، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضلي بسؤالك الأخت وردية. أنا متزوجة عندي 7 سنين. من بعد قبل الزواج شرط تاعي للزوج قلت له نخدم في شغل، جاني عندي خدامة. وش كنتي تخدمي؟
كنت نقري لي زونديكابي، قريت علم النفس. نعم ما شاء الله. ايه ام بعد قال لي ايه، قال لي بشرط ما تخدميش عند بريفي تخدمي عند الليطا. نعم ايه ام بعد قبلت. يوم بعد كي مامور زوج قال لي ما تخدميش، يشغل الشرط تاعي تاع الزواج، قلت له بشرط نخدم. يعني هو دار في الشرط نتاعو، انت لقيتي خدمه عند الليطا، لقيتي خدمه عند الدولة. انا كنت نخدم عند بريفي، ومن بعد قال لي بشرط تحبسي عند بريفي نشوف. لكن هذا بشرط بشرط بشرط، قالها لك قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ قبل الزواج. ومن بعد قلت له ايه، قلت له ليسونسيال الشرط تاعي، قلت له انا نخدم. وانت الان وين لقيتي الخدمه؟ لقيتيها عند البريفي ولا لقيتيها عند الدولة؟ قال لي ما نفوتلكش كاع على الخدمه، ما تخدميش لا عند البريفي لا عند الدولة. يعني هو لا عند البريفي لا عند الدولة. شكرا لك. الشرط تاعي قبل الزواج هذا هو، قلت له الشرط تاعي نخدم. بارك الله فيك، شكرا لك الأخت وردية على السؤال، تستمعين إلى إجابة الشيخ. شكرا لك. نعم اتفق على أنه تكون خدامة بعد الزواج، الشرط عليها أنه لازم تخدم عند الدولة، لكن بعد الزواج يعني قالها لازم تقعدي في البيت ومنحها من العمل. حكم هذا الأمر شيخ؟ هي الشروط الجعلية، هذه يسميها الفقهاء شروط جعلية، يكره الدخول بها، يكره التعاقد عليها عند علماء المالكية، ولكنها إذا وقعت فإنه يستحب الوفاء بها، هكذا نص، يستحب الوفاء بها. يعني نحن نقول الزوج من باب المروءة، من باب المروءة، من باب الوفاء، مفروض أنه يوفي بهذا الشرط. عدم الوفاء بها جزء، الجزء انتهى الشيخ أو الحكم انتهى عند الله سبحانه وتعالى. هو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالشروط، قال في الحديث إن أولى الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. يقصد هي يقصد بهذا الحديث شروط العقد الزواج. نعم. نعم بمعنى الشروط المتفق عليها في العقد. نعم يعني نعم، لكن مع ذلك يقول العلماء يستحب الوفاء بها، هذه الشروط الجعلية، معناه لا يجب، لأن إنما هذا من باب المروءة، يعني من باب المروءة أن الإنسان يعني قبلت بك هذه الزوجة أن تتزوج بك بشرط، فكون رجلا ووفي بالشرط الذي اتفقتم عليه. يعني هذا لأنها لأنك لو أخبرتها أنك أصلا لا تقبل هذا الشرط لما قبلت الزواج بك. صحيح. فأنت ما دام يعني قبلت الزواج بك بناء على قبولك لهذا الشرط، من باب المروءة ومن باب الوفاء ومن باب الذوق والاحترام أنك توافق على هذا الشرط وتستمر في الوفاء به، هذا من ناحية شرعية، يعني هذا كله استحبابا. نعم. وعدم الموافقة عليه الشيخ، عدم الموافقة بالنسبة للمذهبين نحن لا يبطل الزواج. هناك عند بعض المذاهب، يعني عند بعض المذاهب يتشددون في هذه الشروط الجعلية، لكن نحن في مذهبنا لا يبطل الزواج، ولكن هي إذا تضررت من هذا الأمر وأرادت أن تخالع الزوج هذا مثلا، تجعل معه خلع أو تفارقه، هذا أمر يرجع إليها هي، ولكن نحن ننصحها، نقول لها الأولى أنك تحاوريه، تحاول تذكريه بالله عز وجل، تذكريه بأن هذا الشرط اتفقتم عليه من البداية، و يعني إن شاء الله إذا واصلت في حواره وذكرته يعني بينت له أن هذا الشرط نحن اتفقنا عليه من البداية، وما الذي جعلك، ما الذي جعلك ترفضه الآن، هل هناك ملاحظة تلاحظها لاحظتها علي مثلا، ارتكبتها أو مخالفة معينة، الأمر يرجع للحوار، فتحاول أن تقنعه، وهو عليه أن يكون وفيا. نعم. ومن باب المروءة أنه يوفي بهذا الأمر. معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أنا منيرة من ولاية باتنا. أهلا وسهلا بك الأخت منيرة. سؤالين باش ما نطولش عليكم. تفضلي بسؤالك الأول، معليش تفضلي. السؤال الأول، إحنا يا دوكا بابا عندنا مدة طويلة من اللي طلق هو مام اللي كنا صغار، ودوكا كبرنا الحمد لله، فعلنا اتصال هكا مع بابا، وشيوا كاين حاجة اللي ضرتني بزاف، أنه جداتي أم بابا عندي عمتي وحدة خصوصا أنايا، ثم كنت نحب نروح نشوفه لنا ما تخليناش نشوفوها، حتى في يوم من الأيام بابا حاول يدينا كي بدانا عندها وصلنا عندها، هي أنا كنت أنا وأختي وأختي الصغيرة وخويا، قالت لخويا أنت تدخل بصح أنتيا ما تدخليش. علاش هذا الأمر؟ علاش هي؟ شوف عمتي هذا، احنا كي كنا صغار هي عمتي كانت تكره ما لا الله اعلم على واه، ما عنداليش على واه، هذه كنت صغيره انا ما نعرفش هي الحكايه. وحنا كي دوكا كي تفارقت ما بابا، حنا رحنا مع ما بصح بابا راح عاود زواج وعاود حياته، بصح عمتي هذه هزت ضغينه هذه، وخصوصا لي انا كنت الكبيره تاع خواتاتي،
كانت تقول لهم باللي انا كنت صغيره ما نعرفش حتى اصلا الشكايه هذه، كانت تقول لهم باللي تكرهني وما تشتينيش وتشبه لامها، وانا كي نكره امها نكره هي. حتى غاضتني ونانا ماتت وما شفناهاش، وهذه عندي الله يبارك يعني صلاه النبي حاجه بيت ربي، حتى وتكون واش تكون انا ونكون حتى مانيش منيحه مادام رحت نشوف نانا على حرمتينا حتى ماتت وما شفناهاش. نعم الله يصلح حالها ان شاء الله، هذا وش واحد يقول في هذا الوضع يعني سبحان الله يعني. والله ما شفناش منها هذه الحاجه الثانيه، وانا الحق فيما غاضني الحال منها وعيطت هكا وندمت على العفسه هذه اللي قلتها، بصح بيني وبين روحي الزور قعدت لي في قلبي اني ما شفتش منها. ومازالكم في قطيعه مع عمتك مازالكم لحد الان؟ شوف لحد الان انا حنايا سختو انا الكبيره تاع اخواتي ما تشوفني ما تحبنيش ما تحبش تشوفني. هي السبه اني نشبه لما ونكره امك وتشبهي لامك، ما فهمتش انا الحكايه هذه. سبحان الله. السؤال الثاني باش ما نطولش عليكم. نعم اعطيني سؤالك الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، هي صارت حكايه تاع بين ما وخواتها ولا شيء، وصرا مشكل كبير تقابضوا، ودخلت انا المهم معاها تقاطعوا 5 سنين ما يهضروش مع بعضهم. مع خواتاتها يماك مع خواتاتها؟ مع خواتاتها على جال الغرف. اها. ومن بعد ولاوا لبعضهم، وانا يعني نقول لك رحت حتى لخوالاتي خواتاتها وقلت لهم ارجعوا لبعضاكم، وانا لكن هذه الورث اللي تقاطعتوا عليه 5 سنين ربي يهدينا، الدنيا هذه ثانيه، والى حد الان راني نحاول مع خالاتي باش نصفي القلوب، بصح للاسف ما صفات، بصح خوالاتي خالتي وحده ما بغاتش تصفى، ما باليش علاه. المهم هذا هو السؤال تاعي، انا الضمير تاعي ويأنف فيا، انا بغيت شوف انا بغيت ربي يرضى عليا، ما بغيت والو من الدنيا هذه. نعم. بغيت ربي يرضى عليا ويسامحني، هذا ما بغيت. يعني انت ماكي دايره والو، يعني ماكش داخله ماكش مدخله روحك في هذه المشاكل؟ لا 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 والله، تروح حتى بوسط رجل خالتي وقلت لها ارجعوا لبعضاكم وصفيوا القلوب، هذا ما كان، ما بغينا. نعم. والو. شكرا لك على الاتصال، بارك الله فيك. ربي يعيشكم وشكرا. امين، شكرا لك، بارك الله فيك على الاسئله. الشيخ نبداو بعمتها اللي منعتها انها تشوف الجدات نتاعها حتى توفات، وكانت منعتها من انها تشوف الجده نتاعها. حكم هذه العمه القاسيه التي بسبب ربما مشاكل اجتماعيه بسيطه تمنحها انها تشوف يمات الوالده نتاعها وماتت وما شافتهاش. هذا تصرف خطا يعني قامت به هذه العمه، وكانت يعني عملها هذا تقطيع للأرحام، وهذا محرم شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالتفريق بين الـ الأولاد وأمهم أو بين العائلة وأفراد العائلة هذا فيه إثم عظيم، لأنه قال فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة، فتقطيع الأرحام محرم شرعا لا يجوز. والإسلام كذلك حرم يعني أي مشكل يثيره الإنسان بين أفراد القرابة، فكون هذه الأخت جاءت لتزور جدتها وجاءت العمة ومنعت، هذا حرام شرعا، وهذا من كبائر الذنوب تقطيع الأرحام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، وكذلك جاءت عدة نصوص تدل على أن قطع الأرحام فيه إثم عظيم. فلهذا هذه العمة عليكم أن تكثروا من الدعاء لها، ويعني هي مستغفلة هي مخطئة، أكثروا من الدعاء لها أن يهديها الله عز وجل وأن يصلحها وأن يهديها إلى الصراط المستقيم. هذه الأعمال أو هذا التصرفات التي قامت بها هذه العمة خطأ. نعم نعم. الشيخ بالنسبة لسؤالها الثاني كان بخصوص أنه أيضا عندها مشكل مع خالاتها، وصار بينتهم قطيعة بسبب الورث لمدة 5 سنوات، وحاولت أنها تصلح الحال مع الخالات نتاعها والوالدة نتاعها لكن دون جدوى، وهي حابة يعني أنه القلوب تصفى بينتهم. هي بارك الله فيها قامت بجهد كبير بين أفراد العائلة بين خالاتها والوالدة، وهذا الجهد يعني الذي قامت به تؤجر عليه. فأفضل الأعمال التي يحرص عليها المسلم إصلاح ذات البين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين عند الله عز وجل أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة. فما قامت به هذه الأخت يعني هذا فيه أجر عظيم، كونها صفت القلوب، كونها أصلحت بينها وبين الوالدة وبين الخالات، وإن شاء الله تواصل
لكي تصلح بين البقية، وهي مأجورة على ذلك. ومال الميراث يعني ما هو مال الميراث لكي يتخاصم حوله الناس، هذه أمور، هذه كلها يعني من أمور الدنيا. والإنسان عندما يتنازل أو يسكت عن حقه فسيعوضه الله عز وجل بأفضل منه في الجنة. من ترك شيء لله عوضه الله خير منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويتصالحوا ويتنازلوا ويرجعوا إلى رشدهم. أما التخاصم على أموال الدنيا وهذه كلها فانية تفهت. نعم نعم صحيح، إلى زوال. معنا الأخت سعاد من غليزان، سلام عليكم. سلام عليكم شيخنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الله يخليك، بغيت نسأل سؤال. تفضلي. احنا عندنا الوالدة، عندنا الوالد متوفي والوالدة ساكن باسمها، هي بغت تديرك شغل حجر عفوس ما يتباع ما ينشرى. نعم. الدين هذا يجوز ولا كيفاش الحجر هذا؟ كيفاش معناه كي بعد عمر طويل كي تتوفى ما يتباعش؟ لانها هذا البيت هي ساكنه فيه باسمها هي. واه. لكن البيت هذا راه ساكنه فيه. واه. وانتم راكم حابين يعني تخرجوها من البيت وتدوا لها الورث؟ لا هي حابه ديرها شغل كي نقولوا احنا حبوس ما يتباعش. نعم، لكن هي قالت لكم بعد ما نتوفى يتباع البيت. لا، قالت كي يقعد ما يتباعش، يقعدوا فيه بهذا حتى بعد ما توفى. حتى بعد ما توفى يجوز في الدين ولا ما يجوز؟ كان الملك زوجها، بعدين كتبوا لها باسمها، الان ملك الوالده، كتبوه باسمها. نعم. والورثه هل اخذوا الورثه؟ انتم ما ديتوا والو، هي خلاها هذا وش خلا ورث؟ لا نعم الشيخ. هي والسؤال الثاني، سمحي لي فقط باش نفهم السؤال الاول. دارتوا حجر يعني انه هذا البيت ما يتباعش حتى بعد ما توفى، هكذا هذا هو سؤالك؟ بعد تتوفى يبقى ما يتباعش كامل؟ يبقى ما يتباعش. نعم، اعطيني سؤالك الثاني. سؤال ثاني، انني نتمنى نزور بقعة مقدسة. صح، عندي شويه دين فيا. نعم. يجوز نكون مازال ما مديتش الدين اللي فيا ونروح نزور ولا ما يجوزش؟ بارك الله فيك، تستمعين الى الجواب. السلام عليكم. ونتمنى حاجه تدعي لنا الشيخ كريم، يدعي لنا الوالده بالاستشفاء. نعم، شكرا لك، بارك الله فيك. نعم، بالنسبة لأنه الوالدة حطت هذا البيت حجر، يبقى للعائلة ما يتباعش حتى بعد وفاتها، حكم هذا الأمر في الشريعة الإسلامية شيخنا؟ هذا إذا كان مالها الخاص، إذا كان البيت هذا هو بيت هو الآن باسمها. لأن لا ندري نحن هل انتقل البيت لما توفي الزوج، انتقل إلى باسمها من باب التسوية القانونية فقط، لعله هو ليس ملكها، ربما هذا البيت ما زال مؤجر، لم يملكه الزوج، فنقل البيت يعني كتب باسمها الآن من باب التسوية القانونية، لأن في القانون عندما يموت الزوج فإن الزوجة يكتب باسمها البيت. نعم. فبالتالي إذا كان هذا من حقها، هي ملك لها بصفة خاصة، هي حرة فيه. أما إذا كان هذا البيت هو ميراث، بمعنى يشترك فيه ورثة، فالورثة من حقهم يأخذوا قسطهم، فهي لا تتحكم إلا في القسط الخاص بها، في نصيبها يعني. نصيبها هي حرة فيها. نعم. وهل يجوز الذهاب إلى البقاع المقدسة والإنسان يكون عنده، المسلم يكون عنده دين يعني مازال ما سدوش، يروح يدير العمرة أم يسبق في تسديد دينه قبل ما يؤدي العمرة نتاعه؟ هو يعني العلماء ينصون على الحج مثلا، الإنسان إذا كان عليه ديون يقولون بأن الإنسان عليه أن يستأذن من أصحاب الديون، يستأذن منهم، بمعنى يستأذن منهم بأنه يريد أن يحج ويأخذ منهم الإذن، هذا من باب قبول الحج حتى الحج يكون على أكمل صورة. وأحيانا الديون لا يعرف أصحابها، أحيانا الديون تكون يعني إلى جهة، يعني إلى شخصية معتبرة، بمعنى مثلا إنسان عليه ديون مع الدولة مثلا، ليس مع إنسان، هذه حالة خاصة يعني. فلهذا الإنسان إذا كان عنده من أين سيسدد الدين، بمعنى مستقبلا سيسدد هذا الدين وعنده أموال ستدخله، فلا إشكال في هذا، هذا أمر جائز. لكن نعم، احتياطا الإنسان يكتب وصية ورقة بأن علي ديون فلان وفلان وفلان وفلان، هذا من باب الاحتياط، لأنه يمكن أن يموت الإنسان، يمكن لا يرجع الإنسان. نعم. فهذا الدين على الأقل يسدد. نعم. معنا أم بهاء، سلام عليكم.
عليكم السلام أخي، لاباس؟ لاباس الحمد لله، أهلا وسهلا. ربي يحفظك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. عندي سؤال بغيت. تفضلي تفضلي، نحن في الاستماع، تفضلي بسؤالك. ربي يحفظك إن شاء الله. أنا في الفترة الماضية مررت، كان عندي مس. نعم. كي رقيت في داري، دوكا أنا فيه كان معنا الراقي، كي رقيت حوايجي رقيت هكا رش كامل. ومن بعد صرا خلاف أنا في فترة الرقية عبرت على أخت زوجي. دوكا صرات فتنة، ولاو يقولوا لي راكي تكذبي، راكي تنفلي. دوكا أنا بغيت ندي نفسي، هذه دنيا الله أعلم. كاين بعض الرقات تسألهم الزوج تاعي زعما باش نتفاداو، كاين اللي يقول هو الجن يكذب، كاين اللي يقول له باللي احتمال 90% كيكون تحت التعذيب وتحت القرآن يقول له صح. دوكا زعما أنني حايرة، مانيش باغية نبقى كيما هكا. يعني انت تكلمتي في الاخت الزوج نتاعك هكذا؟ اي تكلمت عليها. وانت كنتي واعية انك شو كنتي تتكلمي عليها؟ كنتي في وعيك؟ لا ما كنتش في وعي. ما كنتش في وعيك، نعم. وهما ما امنوكش انك كنتي مريضة في هذاك الوقت؟ ما امنونيش كاع. نعم. وشنو هو الان سؤالك؟ السؤال تاعي زعما هل ممكن نكون زعما انا حتى روحي بلي انا درت فتنة، ما باش ضميري تاعي النفسي يعني نقول لك انا كن مرقيتش كن مزيد يعني. راه بيناتكم قطيعة الآن؟ بيناتكم قطيعة الآن؟ ما أيه زعما الأهل تاع الأهل الزوج تاعي كاتني يقولوا له راه يتحرش فيك، راه يكذب على بنت. نعم كاش منها. نعم واضح سؤالك، شكرا لك. زعما ما يا هل ترى احتمال تاع إيه صح يكون كاين من هذه الحضرة ولا ما كاش منها؟ شكرا لك. بالرغم من اني ما كنتش في البعيد تاعي. نعم شكرا لك على السؤال، بارك الله فيك. ربي يحفظكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين، شكرا لك. نعم شيخنا فهمت السؤال ولا نعيد لك السؤال؟ مفهوم السؤال بلا ما نعيد لك قصة. نعم. كاملة. هي يعني لا غالب عليها الشيخ، كانت مصابة بالمس ورقات، ويعني في هذيك الفترة ما كانتش في وعيها، وتكلمت على الزوج او اخت الزوج نتاعها. كيف تنصحها ان تتصرف الان معها؟ عليها ان تصلح ما افسدته أو ما أفسده غيرها. إذا كان غيرك هو الذي سمع هذا الكلام ونشره، فعليه أن يصلح، وأنت تصلحين ما فسد في العائلة. صحيح. بمعنى أن لأن ذلك الكلام الذي يقال في حال الرقية هو كلام غير معتبر. يعني أحيانا يكون كلام العقل الباطن للإنسان يتكلم، وأنت لم تكوني في وعيك أصلا، وكيف نقبل كلام يقوله إنسان يعني وهو ليس في وعيه؟ ثم بعد ذلك هذا يعني الكلام هذا من أمر الغيب، يعني كون فلان هو الذي فعل أو هو الذي آذاني، من أدرك بأنه هو الذي فعل؟ أو من أدرك بأن هذه المرأة هي التي فعلت؟ يعني الله عز وجل هو الأعلم، هو عالم الغيب، هو الذي يعرف من الذي آذى أو لم يؤذي. فكون الإنسان يتكلم بكلام غيب هذا غير معتبر هذا الكلام. وإذا قلنا هذا كلام جن فكلام الجن غير معتبر كذلك، لأن الجن تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبو هريرة رضي الله عنه، لما جاء الجني يسرق المال الذي جاء من البحرين، مال الصدقة، لما قبض عليه أبو هريرة وقال له أنا إنسان فقير وما عندي وعندي عيال واحتاج إلى المال، فقال له أطلق سراحي، يعني في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، قال له أطلق سراحي وأخبرك بأمر، أن تقرأ آية الكرسي، فإذا قرأت آية الكرسي فإنها تحفظ لك نفسك ورزقك ومالك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال له صدقك وهو كذوب، قال له ذاك جني جاء يسرق المال، ثم قال له صدقك وهو كذوب. يعني هذه صدقة فيها أن آية الكرسي فعلا تحفظ مال الإنسان وتحفظ بدن الإنسان. نعم. لكن قال كذوب، وكذوب قالها بصيغة المبالغة، كذوب يعني فعول يعني يكثر الكذب. نعم. لهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن تكذب وتكثر الكذب. نعم. فلهذا الكلام هذا لا يصدق ولا ينبغي حكايته للناس، وعلى الذي حضر الرقية كذلك لا ينبغي له أن ينقل هذا الكلام ويحدث فتنة وقطيعة بين أفراد العائلة. نعم. فلهذا عليهم أن يصلحوا القطيعة هذه إن شاء الله، أن يرجعوا إلى ربي يصلح الحال إن شاء الله. نعم. الشيخ إن شاء الله يا رب. معنا آخر مكالمة هاتفية من الوليدة. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. أخت كريمة أهلا وسهلا بك، مرحبا. بارك الله فيك خويا. عندي سؤال. تفضلي بسؤالك. كاينة وحدة عندها بزاف، عندها كان في عمرها 20 سنة. أها. باش كان جاي رمضان
ما سمعوش بلي رمضان ما كانش عندهم تلفزيون في بكري. نعم. اه وكلات كلاوه. نعم. غدوه من ذاك رمضان كيما اليوم غدوه باش يقولوا لنا رمضان كلاوه. اها. اه ومن بعد عاودوا خلفوه قالت لك لا لا كاينه كفاره ولا كي. شكرا لك على السؤال. نعم شكرا لك على السؤال، تستمعين الى جواب. هذه الحادثه عندها بزاف. على بالي ما دام ما كانش تلفزيون في هذاك الوقت اكيد انه عندها بزاف الحادثات. شكرا لك. بك حبينا نفهموا اذا كاينه كفاره ولا كيخلفوها. بارك الله فيك على السؤال اخت كريمه، شكرا لك على الاتصال، بارك الله فيك. شكرا لك. الشيخ باختصار جاوب على سؤالها باش ندعو الناس اللي طلبوا منا الدعاء في نهايه البرنامج. هي سالت عن كفاره الافطار المتعمد، هم لم يتعمدوا الافطار ولم ينتهكوا حرمه رمضان، ما كانش عندهم تلفزيون، لم يكن لديهم وعاودوا يعني النهار. نعم. هذاك الشيخ لم يكن لديهم علم بان رمضان قد دخل فاكلوا ذلك اليوم، فهذا هؤلاء ليس عليهم كفاره، انما الحمد لله هم مطالبين بالقضاء وهم قد قضوا ذلك اليوم وانتهى الامر، عملهم صحيح ولا يطالبون بالكفاره. شيخ في الختام نطلب منك اكيد الدعاء للناس اللي طلبوا منا الدعاء للمريض للاموات، يعني لكل ايضا الجزائريين، ونحن في هذا الشهر شهر شعبان وننتظر ان نستقبل هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا وأن يعافيهم وأن يرفع عنهم البلاء ويرفع عنهم البأساء والضراء وأن يلبسهم بلباس الصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعوات. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وأن يفرج همومنا وأن يقضي حوائجنا وأن يرضى عنا ويغفر ذنوبنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويوفقنا إلى كل خير، إنه سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا لغفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولا نفيها صلاح إلا عنتنا على قضائها واسترتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا لك جزيلا سيدي الشيخ، نلتقي بك إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس التوقيت وعلى نفس القناة، دائما نسعد بالإجابة على مختلف أسئلتكم الفقهية. أشكركم في الختام كما أشكر المخرج أمير بودومي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.